وللتعليق مشاهدينا الكرام على هذه العمليتين الإجرامية التي وقعت في منطقة القديح وفي القطيف وكذلك في مسجد العنود الجمعة السابق، ينضم معنا الكاتب الصحفي والأستاذ عبد الله العتيبي. أهلا بك أستاذ عبد الله، هل تسمعني أستاذ عبد الله؟ بوضوح. أستاذ عبد الله، في البداية دكتور، كيف ترى العمليات الإرهابية التي وقعت في الجمعة السابقة وكذلك الجمعة التي سبقتها من أعمال إرهابية قام بها أولئك الأشخاص الذين لا يردون الخير للوطن وللشعب السعودي؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومسيك بالخير ومسيك أهلا وسهلا كذلك. أنا أعتقد أن استراتيجية هؤلاء المجرمين، أنا أقول أنهم مجرمون، يعني هناك من يقول أنهم غلاة السنة، هناك من يقول أنهم متطرفون دينيا، هناك من يقول أنهم يتبنون تفاسير معينة غير حقيقية أو متشددة للدين الإسلامي، وأنا أقول أنهم مجرمون. يعني انحراف الفطرة السوية عند اللص أو المزور أو المرتشي أو ما في حكمهم لا يعني هذا أنهم تبنوا مذهبا اجتماعيا متشددا، مرة جديدة للحياة تبرر الأعمال التي يقومون بها أو الإجرام الدنيوي تماما. أيضا هؤلاء اختاروا الإجرام الدنيوي كأسلوب حياة. أيضا انحراف الفطرة السوية عند مجرم الدين كالمكفر والمزندق والقاتل بسم الله، هذا لا يعني أنه مؤمن صادق خانه التعبير مثلا فافترى على المسلمين أو دفعوا الحماس ففجر أو مارس أعمالا ليست من الدين شيء. هو مجرم، اختار أن يكون مجرما لكنه اختار الإجرام الديني كأسلوب حياة، فبالتالي هؤلاء ليسوا سنة، ويفترض أن نخرجهم نحن من دائرة السنة، لأنهم هم أصلا يخرجوننا من دائرة السنة، يخرجون السني المؤمن بالوطن والدولة من دائرة السنة ويعتبرونه مرتدا كافرا. بالتالي الأولى أن نخرجهم دائما نحن من دائرة السنة، ونتبنى هذا الخطاب ثقافيا وفكريا وإعلاميا حيث يكون هؤلاء مجرمين وليس لهم علاقة بالسنة. أستاذ عبد الله، لو لاحظت أن هؤلاء المجرمين يعني للأسف ينسبون أنفسهم إلى السنة، وهم في حقيقة الأمر أبعد من ذلك، برأيك لماذا هم يعني يتشبثون بالسنة؟ يعني هل هذا توجه، هم يعني في هناك مخططات تدعم هذا التوجه، أو هي بمحض الصدفة؟ هم يعتبرون أنفسهم سنة لأنهم يتبنون بعض التفاسير السنية المتشددة، هذه حقيقة، لكن نحن يفترض من يخرجهم من هذا الأمر. هم يخرجوننا من السنة، هم يقولون أن أي سني مرتبط بدولة، أي سني مؤمن بمفهوم الوطن والدولة هو مرتد وكافر. فبالتالي أنا وأنت والمعلم والعسكري والعامل المصنع، كل هؤلاء مرتدين كفرة في نظرة هؤلاء، لأنهم مؤمنون بالوطن يعيشون تحت ظل الدولة. فبالتالي نحن الأولى من يخرجهم من دائرة السنة، هم ليسوا سنة، ويجب أن مثل ما قلت أن نتبنى هذا الخطاب فكريا وثقافيا وإعلاميا بحيث يصبح هذا الأمر من مسلمات حياتنا اليومية. طيب لو لاحظنا أستاذ عبد الله أن العمليات الأخيرة للأسف تستهدف دور العبادة، هذا السلوك الآن الحالي الذين يتبعونه، هل هي بهدف مثلا زرع الفتنة وتأجيج الطائفية لتنفيذ مثلا مخططات خارجية؟ كيف ترى ذلك أستاذ عبد الله؟ هم يستهدفون مساجد الشيعة لأن الشيعة أقلية في المملكة، يريدون أن يوتروا العلاقة ما بين المجتمع السني والمجتمع الشيعي من جهة ومجتمع الشيعي والدولة من جهة أخرى لتفجير هذه المقدسات. وكانوا قبل ذلك أيضا يستهدفون رجال الأمن ويريدون من وراء ذلك. أي هذا التغيير، لماذا هذا التغيير سيد عبد الله؟ سابقا كان رجال الأمن، حاليا نراهم يستهدفون المساجد الذين يعني يعبدون الله وهم من الشيعة يعني من صحيح. نعم. هم لا يستطيعون أن يستهدفوا مساجد السنة، هم يعتبرون كفرة لكنهم لا يستطيعون أن يستهدفوا مساجد السنة، لأن السني في السعودية أو السنة في السعودية أمة غالبة، فبالتالي رد الفعل لن يكون حادا مثل الشيعة. عند السادات مساجد الشيعة يعتقدون هؤلاء أن رد الفعل الشيعي سيكون حادا مما سيؤثر على استقرار المملكة، لكنهم خانهم التدبير والتفكير طبعا، لأن الشيعة والسنة في السعودية لحمة واحدة منذ مئات السنين، فلن تؤثر هذه الأزمات على المملكة، والمملكة تعرضت لأزمات كثيرة طوال تاريخها.
وصاحبتها عناية الله وتجاوزتها. فأنا أعتقد أن الهدف من استهداف رجال الأمن السنة تحديدا هو إضعاف الدولة وإظهارها بمظهر العاجز عن حماية من هم معنيين بحماية المدنيين، ويستهدفون مساجد الشيعة لأنهم يريدون أن يشعلوا نارا طائفية ما بين السنة والشيعة لتعيش المملكة في فوضى معينة يستطيعون من خلالها الدخول. أنا دائما أقول أن ربما تكون هناك فعلا أيادي خارجية، لكن أيادي خارجية تخطط لمثل هذه المواضيع، لكن من فجرت القطيف أو في الدمام قبل 3 أيام أنا متأكد أن ليس له علاقة بإيران، يعني الانتحاري علاقة إلى لمن ترى أستاذ عبد الله؟ يعني الانتحاري الذي جاء و فجر نفسه في القديحة أو كذلك في مسجد العنود. في مسجد العنود هؤلاء ليسوا على علاقة بإيران أنا متأكد، لأنهم يحملون فكرا مضادا لما يحمله لما تحمله الإيديولوجية الإيرانية، لكن هؤلاء ربما استغلوا بشكل أو بآخر. هم طبعا هم خطرهم تشكل طوال سنوات عديدة، لكن ولذلك أقول دائما أنه يجب أن نعالج الخطر الداخلي، يجب أن نعالج هؤلاء من الداخل. لا يكفي فقط أن نرمي التهمة خارجيا لنرتاح أو لنشعر بالراحة، لأن الأمر خارجي وليس من أبنائنا مثلا. من قام بالعمل داخل السعودية هذا سعودي، ومن المؤكد أن ليس له علاقة مباشرة بإيران. ربما أن المخطط الرئيس له علاقة مباشرة بإيران، لكن المنفذ أنا متأكد كيف استطاعوا الدخول إلى المنفذ، كيف استطاعوا تجنيده بهذا الشكل. هذه هي أعتقد أنه ما يجب أن نعمل عليها. أستاذ عبد الله، أكيد أنك تابعت مواقع التواصل الاجتماعي بتنوعها، ولله الحمد شهدنا هناك تلاحم بين جميع أطياف المجتمع السعودي. هذه اللحمة برأيك والتماسك بلا شك هي رسالة لأولئك الذين يعني يريدون التخريب والفساد في الوطن، يعني برأيك ما هي ردود الفعل لديهم هناك؟ أنا أعتقد أن هذه خيبة أمل كبيرة لهم، يعني يتوقعون أنه ستحدث فوضى كبيرة بمجرد حصول هذه التفجيرات في المملكة. يعتقدون أن رد الفعل الشيعي سيكون مبالغة فيه بحيث يحدث رد فعل عكسي من جانب السنة أيضا، لكنهم وجدوا يعني حالة وهي ليست غريبة الحقيقة، هذه حالة المملكة منذ سنوات طويلة. يعني المملكة دولة متماسكة ليست هشة، ليست قابلة للكسر بسهولة، يعني ليست من الدول التي تستطيع مثل هذه التفجيرات أو الاختراقات الأمنية أو حتى ما سواها تستطيع أن تكسرها في يوم من الأيام. المملكة دولة عميقة ودولة قوية وقادرة بمشيئة الله على تجاوز من هذه الأزمات. طيب أستاذ عبد الله، نعم أستاذ عبد الله، عشان نحافظ على الوقت، برأيك ما هي الإجراءات التي لابد أن تتبع والتدابير الممكنة خلال الفترة القادمة لإيقاف هذه الأزمة؟ يعني التدابير الأمنية ولله الحمد ناجحة، يعني أثبتت التدابير الأمنية طوال سنوات وليس الآن، يعني أنها نجحت في تفويت الفرصة على كثير من العمليات الإرهابية في المملكة، يعني منذ 2003 وحتى اليوم، والأمن ولله الحمد في المملكة مستتب بواسطة القبضة الأمنية الشديدة التي لا يشعر بها المواطن العادي حتى، يعني هذه الحقيقة ميزة مهمة جدا. هناك قبضة أمنية في كل فترة تستطيع أن تكشف مخططات إرهابية للتفجير هنا أو هناك من غير أن يشعر بها المواطن العادي، وهذه الحقيقة من الميزات التي يتمتع بها الأمن السعودي. أنا أعتقد أن تكريس الوسطية في السعودية أيضا والتركيز على هذه المسألة والدعوات إلى التعايش، أنا أقول دائما لنتوقف عن دعوات التقارب بين المذهبين، لكل مذهب شأنه يعبد ربه كيفما شاء، لكن لنتعايش فقط في المملكة ونركز على مسألة التعايش وعلى مسألة الوسطية. وأنا أعتقد إن شاء الله أننا سننجو وستحضر سفينة المملكة إن شاء الله إلى المستقبل. نعم. بكل يسر وسهولة. واضح أستاذ عبد الله. إذا معنا كان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله العتيبي، شكرا جزيلا لك.